انظر الى هناك. الاول. برافو يا مولاي برافو. ولي يا ولي ولي يا ولي يا سوق. يا هبلة انت ايه اللي جابك؟ انا مش بعتك لشاهين، ايه اللي جابك؟ صح نسيت. اتكل على الله والورق ما تنسهوش. حاضر. اتكل على الله. بتموت في الرقص البت دي. السيد بدران رئيس امن المملكه. بدران يا مولاي بدران يا مولاي. بدران؟ ها بدران يا ابني. بدران. لا بقول لك ايه، شيل معايا بسرعه جوز الجعفر عشان بدران لو دخل ما يشوفهاش. امرك يا مولاي. يا عمود يا فجري، هنشيله ازاي ده يا مولاي؟ نادي بدران يشيل معانا. يلا يا مولاي. بدران لو شاف الاوتيل ده هيودونا في 60 داهيه. ايوه صح. بدران لو شافه هيودينا في 60 داهيه، وانا وانت مش قادرين نشيله. حل ايه؟ ايه؟ قوم معاه قوم معاه يلا بسرعه. يا فليدخل بدران. ايه اللي بيحصل يا سمو الامير؟ انا حاسس ان في مؤامره بتحاك هنا في القصر. تحاك؟ انت داخل عند خياطين ولا ايه؟ مفيش اي مؤامره. كله تمام يا مولاي، ودفنا الاوتيل. قتيل؟ مين قال قتيل؟ انت قلت قتيل؟ ما قالش قتيل، قال الاوتيل. انا وهو واخدين اوضتين ديوز. وبعدين المشكله مش جوه القصر يا بدران، المشكله اللي بتحصل بره القصر. عاجبك الجرافيتي اللي مرسوم على السور قدام القصر بتاعي؟ الاقي عربيه حمص وحلبسه وسمين سمين. ما هو سيادتك الجندي لو اتدخلوا بيتلاموا، لو ما اتدخلوش بيتلاموا برضو. افهم من كده ان انت مش قد المسؤوليه. هتعمل ايه يعني يا امير عز الدين؟ هتقلني من منصبي؟ اقيلك من منصبك لو انا فعلا الامير عز الدين. انا مش الامير عز الدين. امال انت مين؟ انظر الى هذا الوجه. انظر ابعد. انت بتقرب. ابعد ابعد ابعد. مين؟ ابعد. مين؟ ابعد. ماما ماما هتزروت الدنيا، انت بعدت قوي. اقرب شويه. انت مين؟ حسن الهلالي؟ لا انا حسن الهلالي. انت الناس بتوعك هربوك من السجن. مش الناس بتوعي اللي هربوني من السجن، دول بعض الاهالي كانوا ساكنين حوالين السجن، جم فتحوا السجن بطفاشه عادي وخرجوني انا وبقيه الزملاء المساجين. يعني انت هتصيح عليا يا حسن يا هلالي؟ السجن كان في الساحه يا حبيبي. اهالي اهالي ايه يا ابو اهالي؟ ده انا من المنطقه. انت قلبت لوكال ليه مره واحده كده؟ عموما عايز تبارزني بارزني، بس اوعى تبعد عني. عايز تصالحني تعالى. هتبارزني بالشومه؟ اذا فليكن، احدف بيها اليك. الله يحرقك. طبعا اقتلك انت، خلاص كرامتك اتهانت وما بقالكش هيبه، فالموت احسن لك. التاني. برافو يا مولاي برافو. ولي يا ول ولي يا ول. اوه انت واخده توكيل الهبل. انت ايه اللي جابك؟ انا مش بعتك لشاهين. معلش اصل بحب الرقصه قوي. يا بت امشي روحي لشاهين. جبت الملفات؟ ادي كل الملفات. اهم حاجه الورقه اللي كان فيها سبب حبسي. تمام. برافو عليك. والباقي كله اتفرم. الباقي اتفرم. حلو. اتكلي انت على الله. صح صح. شاهين جاي بعد شويه. ماشي ماشي. ريحي انت عشان ما يشوفكيش. ماشي يلا.
لما في الرقص البت دي. السيد شاهين بالباب. شاهين يا مولاي، شاهين يا مولاي. شاهين ده مش نوع عربية؟ لا يا مولاي. مش نوع عربية؟ لا يا مولاي. ولا شاهين بتاع الفسيخ؟ لا يا مولاي. ربع ساعة وأولى. لا يا مولاي. ده شاهين يا مولاي، شاهين اللي اتجوز مراتك بعد ما حبسك. صينية البطاطس السكلنس يا دنس. ما تسخنيش اكتر من كده. شيل معايا، شيل معايا. امرك يا مولاي. شيل معايا بسرعة. يا عمود يا فجري، مش هنقدر نشيله. هذا كرشه زي البالونة. مش هنقدر نشيله، ومش هينفع نجيب شاهين يشيل معانا عشان ما يشوفش، ومش هينفع نقول له قوم امشي عشان ما نكررش نفس الإفيه. هات الخوزة دي والعصاية دي، هاتهم بسرعة، هاتهم بسرعة بسرعة، ارميهم هنا في أي حتة، في أي حتة، مش راكور. تعال يلا شيل معاه من هنا. ها شوف، هو ده السحل يا مولاي. شفت سحل ازاي؟ يا بسرعة 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 بسرعة، خش انت الأول، خش انت، زق معانا زق. تعالي نلضم أسامينا الفل ويا الياسمين. ياسمين، 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 ياسمينة. ياسمينة دي اللي انت اتجوزتها مش كده؟ ياسمينة دي ام العيال، جابت لي اسماعيل عيل واحد على تلت بنات. ده بعد ما طلقتها من جوزها غصب عنه. لا انا ما طلقتهاش غصب عنه، هي اللي ما كانتش طايقاه وطلبت منه الطلاق اكثر من مره. بس حسن الهلالي رايه كان غير كده خالص. حسن الهلالي؟ وانت شفت حسن الهلالي فين يا امير عز الدين؟ انا مش الامير عز الدين. انظر الى هذا الوجه. انظر ابعد. ابعد. اخلص. بوبي بوبي. هي امك كانت فين؟ انظر الا يذكرك باحد. هو يا ربي ولا مش هو؟ حسن الهلالي؟ لا. والنعمة حسن الهلالي، ما عرفتكش انا كده يا حسن. لا مش انا. امال مين؟ انا حسن الهلالي. دي اسمها ذبحة صدرية، وكده كده هتموت. قوم موت بره عشان بنحتار نشيل الناس ازاي. يلا اتفضل اتكل على الله، موت بره. رجلك باينة بره بره. الثالث. عمو 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 عمو، فين بابا؟ يلا حبيبي اطلع العب برا. فين بابا؟ يلا حبيبي العب برا. بابا مين يا حبيبي؟ انا ابني بابا. فين بابا؟ انت ابوك مين يا حبيبي؟ ابويا شاهين، والراجل قال شاهين بالباب. يلا حبيبي انت ابن شاهين؟ انا ابن شاهين. ياه ابن ياسمينة؟ انا ابن ياسمينة. ابن ياسمين وابن شاهين. والله انت ابن شاهين؟ انا ابن شاهين، انا اسماعيل شاهين. يلا انا لسه قاتله دلوقتي. إيه؟ قتلت ابويا؟ ايوه قتلت ابوك. انت بارزني بارزني. يلا حبيبي العب بعيد. ساسقر لابي اذا بارزني يا حسن. يلا حبيبي العب بعيد. يلا اتلاعب، اقسم بالله لا طرحها كده. يلا حبيبي العب بعيد. يلا يا بابا هتتسرع ظلم المطريه. ايه اللي حصل بقى؟ كل دول من عندك ولا ايه؟ لا ما عرفت ولا مالي. عايز تبارزني ماشي هبارزك يا ابني، يعني اجت عليك. ماما ده منها جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجه تقوى في الوادي اللي اسمه.
الصوت الملائكي الجميل. انت مين؟ ايه يا حسن؟ مش فاكرني؟ مش واخد بالي انت مين؟ انظر الى هذا الوجه. فين الوجه؟ أبعد. فلة. أبعد. وردة. ياسمينة. ياسمينة؟ آه. ضغيط ياسمين. آه إيه؟ إيه اللي عمل فيكي كده ياسمين؟ الاكتئاب. أنا كده لما بكتئب باكل. ده أنت مكتئبة قوي واضح يعني. يا ياسمينة يا. حطمت كل احلامي وانا في السجن مستني اخرج اشوف ياسمين الجميله اللي انا كنت بحلم بيها. يا بوظت كل حلم عدى عليا. والواد الاهبل ده ابنك؟ اه يا حسن ابني. لا خلاص مش محتاجينه. الرابع. ابني. يلا يا وليه مش عايز صريخ. يلا اتكل اتكل. يلا يا وليه اتكي على الله. يا وليه اتكي. الخامس. السادس. السابع. الثامن. التاسع. العاشر. انا امير الانتقام.